تعيش ولاية تتبسى هذه الأيام على وقع موجة من البرد بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وهو العامل الكبير الذي ساهم في انتشار أعراض مرض كوفيد 19 لدى عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يعولون كثيرا على ذهاب الفيروس الذي حير العالم، وربط ذلك بالظروف والتقلبات المناخية. في عز الصيف وصلنا إلى ذروة هذا الوباء وسجلنا أكبر أعداد ممكنة في العالم كامل، وخاصة في البلدان العربية أين ترتفع درجة الحرارة. في الشتاء ممكن نصل إلى أكبر حد من الذروة حتى أكثر من الصيف، لأنه هنا كل العوامل المناخية مناسبة لتكاثر ولانتشار هذا الوباء كوفيد 19، لأنه في الشتاء كاين تجمعات برد، ما نقدروش نديروا التهوئة في البيت. ومع ارتفاع عدد الإصابات وتشابه أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، تبرز ظاهرة التوجه إلى الصيدليات واقتناء الأدوية بطريقة عشوائية، الأمر الذي يرفضه الأطباء المختصون ويؤكدون على ضرورة التشخيص الطبي السليم، كل ذلك من أجل تشخيص أعراض المرض بدقة وتحديد البروتوكول العلاجي المناسب. بدل أن نتجه إلى الصيدليات لابد أن نتجه للطبيب لكي نشخص حالاتنا، لأن هناك تحليل وهناك أشعة تقام لكي نتأكد جدا أننا لسنا مصابين بكوفيد 19 الذي يلتزم علاج فوري ووقاية وإجراءات وبروتوكول صحي معروف جدا. ورغم كل المجهودات المبذولة من طرف أجهزة الدولة بغرض التصدي ومجابهة جائحة كورونا العالمية، تبقى أنجع وسيلة وأكثرها فعالية لدرء الخطر الالتزام التام بتوصيات الوقاية التي يمكن تطبيقها بسهولة، والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ووضع القناع الواقي مع احترام غسل ونظافة اليدين.